مدحت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في حوار لها مع جريدة أخبار اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصفة إياه بأنه إنسان صادق. وأضافت الرومي: هذا التوجه يوحي إلى الطيبة المصرية والصدق والصلاح وأعطاه الله القبول. ومصر عظمة التاريخ وعظمة الشعب من حققت المستحيل، ومصر هي عبور عام 1973، وأنا واقفة على المسرح أتحدث للرئيس. كان كل هذا يدور في ذهني. بالفعل صليت كثيرا لمصر لأنني خسرت الكثير بالظلم التي عشتها في حرب لبنان، واليوم أشهد النور وأنا مع السيسي والتفاف الشعب حوله وحول توجهاته. وأكدت الرومي أنها تحب السيسي بشدة لأنه كان على دراية تامة بالمؤامرات السياسية التي تحك ضد مصر والمصريين بل والعالم العربي. وأحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا في فندق الماسا كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب إطلاق السيسي مبادرة نور الحياة الذي ينفذها صندوق تحيا مصر، حيث أشادت بحكمة السيسي قائلة: هيبتكم هي هبة مصر وشموخكم من شموخ مصر، كما أشادت بالقوات المسلحة المصرية وسط تصفيق الحضور. وعن حفلها الأخير في السعودية قالت: إنه أصعب حفل في حياتي والناس كانت مستغربة مما حدث، وحقا استقبلونا بتقدير واحترام كبير وأحطونا بالحب، وكانت هناك عاطفة رهيبة بشكر ربنا على هذه المحبة، ويا رب تحمي مصر والسعودية وتحقق أهداف شعوبهما. وجرت هذه التصريحات على ماجدة الرومي قافلة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي وصفة إياها بأن المحاباة لا تكون بهذه الطريقة المفتعلة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.